بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي التلاميذ في حصة من حصص قناة الأستاذ رهواني سفيان، يقدم لكم عن طريقها دروس تمارين مقترحة وحلول لبكالوريات سابقة لوزارة التربية لمستوى السنة الثالثة ثانوي. كذلك أعلم لتلاميذ السنة الثانية سيكون هناك درسين أو ثلاثة حول الأحماض الدهنية والتماكبات إن شاء الله، باش يحسوا رواحهم بلي راهم كملوا البرنامج، وهذه يحتاجوها في السنة الثالثة إن شاء الله. انتظرونا عن قريب إن شاء الله. اليوم إن شاء الله عندنا تمرين من بكالوريا 2013، هذا التمرين في المجال الكيمياء العضوية. بدون إطالة، نص التمرين هو على الشكل التالي: أعطانا فحم هيدروجيني أروماتي A، صيغته العامة من الشكل CnH2n-6. الآن لو نشوفوا هذه الصيغة يتميز بها ماذا؟ يتميز بها إلا البنزن، هو اللي عنده الصيغة العامة من هذا الشكل CnH2n-6، ما يهمناش. الآن راح نصيبوها، وكتلته المولية 78 غرام على المول. أولا، جد الصيغة النصف المفصل للمركب A، يعطى الكربون اللي هو 12 غرام على المول والهيدروجين 1 غرام على المول. ثانيا، انطلاقا من المركب A هذا كي نوجد له الصيغة النصف مفصلة واللي هي عنده صيغة واحدة، نجري عليه سلسلة من التفاعلات التالية كما هي مبينة في الشكل أو في الصورة. ثالثا، اكتب معادلة التفاعلات التي تسمح بالحصول على المركب هذا انطلاقا من البنزين والإيثانول وكواشف أخرى. واليوم تتعلموا كيفاش تحضروا مركب. ثانيا، المركبان F وF فتحة عبارة عن كحولين لهما نفس الصيغة المجملة. عندنا كحولين عندهم نفس الصيغة المجملة اللي هي هذه C3H8O. ايوا، وهنا عندنا هذا عنده صيغتين، هذا C3H8O عنده صيغتين، عنده صيغة الكحول الأولي وصيغة الكحول الثانوي. وشكون F؟ شكون F فتحة؟ لا ندري. الآن باش نعرفوا F، يتفاعل يتفاعل 0.1 مول من الكحول F مع 0.1 مول من المركب E اللي هو حمض كربوكسيلي، فينتج عند التوازن ماذا؟ ينتج 9.84 غرام من الأستر جي، ذي الكتلة المولية اللي هي 164 غرام على المول. أولا، أحسب مردود تفاعل الأستر. الآن باش نحسب مردود تفاعل الأستر، راح نعرفوا المردود تاعو شحال إذا كان 67 أو 60 أو 5 إلى 10%. من ثم نقدروا نعرفوا صنف الكحول. كي نعرفوا صنف الكحول، الكحول الآخر نستنتجوه بكل سهولة، أو نقدروا نعرفه عن طريق هذا الفرع الثالث. ثانيا، استنتج الصيغة النصف مفصل للكحول F، اكتب معادلة تفاعل الأستر بعد ما نعرفوا الكحول إلى آخره. ثالثا، للحصول على المركب P، المركب P عبارة عن ماذا؟ البوليمر عبارة عن بوليمر، انطلاق من الكحول F فتحة، معناها المركب الثاني اللي هو الكحول الثاني F فتحة، نجري التفاعلين التاليين: F فتحة نزع الماء يعطيك المركب H زائد الماء، NH يعطي لك أو تفاعل بلمرة المركب H يعطي لك البوليمر P. جد الصيغة النصف المفصلة لكل من المركبين F فتحة اللي هو الكحول الآخر والمركب H اللي هو الألسن، والصيغة العامة للبوليمر P. ثانيا، يعالج المركب F فتحة بحمض الكبريت اللي هو H2SO4 و 140 درجة. شوفوا الآن فتحة عالجوا هنا ب 170، أعطي لك ألسن، بصح كي نعالجوا F فتحة بحمض الكبريت و 140 يعطي لك ماذا؟ يعطينا إيثر، لأن نزع الماء في 170 وحمض الكبريت يعطيك ألسن، والماء في نزع الماء عند 140 درجة لازم يكون عندنا كحولين 2 مول منه، 2 مول قصدي 2 مول من F فتحة 140 درجة يعطي لك ماذا؟ إيثر. اكتب معادلة التفاعل الموافق. الآن نشرع في حل هذا التمرين. أولا، إيجاد ماذا؟ إيجاد الصيغة النصف مفصل للمركب A. أيوة الحل.
وش عدنا؟ المركب أ صيغته سيان آش اثنين آن ناقص ستة، كتلته المولية موجودة. إذن ماذا؟ عدنا أم سيان آش اثنين آن ناقص ستة، وش تساوينا؟ نكتبه باللون الأبيض أحسن. وش تساوينا؟ تساوينا 78 غرام على المول. أيوة. وش معناها؟ الكربون 12، معناها 12 آن زائد 2 آن ناقص 6 يساوي ماذا؟ يساوي 78. الآن وش تولي عندك؟ تولي عندك 14 آن، لأنه 2 آن و 12 آن زائد 2 آن 14 آن ناقص 6 كندوها من هي تولي زائد 6، معناها نخلو ناقص 6 شحال تساوي؟ 78. الآن كي نخلو ناقص 6 من هي تولي 72 نقسمه على 14، معناها نلقاو آن وش تساوي لك؟ عفوا، ناقص 6 كي نقلوها من هي تولي زائد 6، زائد 6 و 78 معناها 84. 84 قسمة ماذا؟ قسمة 14 وتساوي لك 6. إذا آن يساوي 6. قال لك أروماتي، إذا الصيغة تاعو اللي هي ماذا؟ بهذا الشكل. أو قبل هذا الشيء هو سي 6 اش ماذا؟ 2 في 6 12 ناقص 6 معناه 6، سي 6 اش 6، وهي الصيغة العامة ماذا؟ للبنزن. البنزن هاي صيغته، صيغة البنزن الأروماتي. واضح؟ هذه الصيغة المجملة، وهذه الصيغة النصف مفصلة. نصف مفصلة، واضح؟ أيوة. الآن نروح للفرع الثاني اللي هو أعطانا سلسلة تفاعل. قال لك انطلاق من المركب أ معنى انطلاق من البنزين. هاوليك البنزين زائد ماذا؟ زائد سي ال 2 بوجود ماذا؟ أحماض الويس. أيوة. الآن راح يتم الاستبدال. قلنا تفاعلات المركبات الأروماتية اللي هو تفاعلات على البنزين تتم دائما بوجود تفاعلات الاستبدال بين ماذا وماذا؟ بين الهيدروجين في أي موقع، نختار أي موقع من هذه المواقع، قادر يكون هنا 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 إلى آخره، في أي موقع نعرفه باللي كاين هنا آش 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 كامل عندهم آش هذول. الآن الرابطة هذه طلعت الكربون يجيك ناقص ويجيك الهيدروجين زيد. الكلور نعرفه باللي عندك سي ال يتقص، كذلك عنده سي ال سي ال معناها سي ال مو سي ال بلس، معناها تولي عندك اش والكلور ينتج ماذا؟ ينتج الاش سي ال اللي هو هذا. ايوه. زائد ماذا؟ زائد حلقة بنزل وفيها ماذا؟ فيها سي ال. ايوه. الان هذا التفاعل رقم واحد. تفاعل رقم اثنين هو هذا المركب، نكتبه تحت وشكون؟ هذا المركب A وهذا المركب B، اللي هو المركب B راح يتفاعلنا مع من؟ مع الأمجي، معناها مشتق هالوجيني مع المركب عضوي مغنيزيومي بوجود الإيثر. وش ينتج؟ خيقولنا الأمجي هذا يتوضع بين ماذا؟ بين الجذر R والمشتق الهالوجيني. وش تصبح عندنا الصيغة نتاعو؟ تصبح عندنا بهذا الشكل ام جي سي ال، ام جي سي ال. هذا هو المركب ماذا؟ المركب سي. الان المركب سي هذا اللي هو ام جي سي ال زائد ماذا؟ زائد السي او 2. انا السي او 2 شوفوا كيف نكتبها، هذا السي او 2 ونكتبها تحت هكذا. تفاعل المركبات العضويه المغنيزيوميه مع سي او 2 المتبوعه بالإيماها وش تعطي لك؟ تعطي لكم احماض كربوكسيليه. الان كيفاش يتم الانكسار؟ احدى الرابطتين يا اما هذه يا اما هذه، تروح للاكسجين هذا تولي عندك ناقص سيجما، والكربون وش يبقى لك؟ زائد سيجما. نفس الشيء هذه الرابطه تطلع هنا يجيك ناقص، والام جي سي ال يخرج زائد. الان نوصلوا هذا الام جي سي ال وين يروح؟ يروح لنا هذا الاكسجين، وهذا الكربون وين يركب؟ يركب في هذا الكربون هنايا. معناها الناتج واش راح يكون؟ راح يكون بهذا الشكل، نكتبها باللون تاعنا اللي هو ونكتبوه هكذا احسن. ايوه.
تولي عندك ماذا؟ تولي سي او والاو ناقص وش الجهه؟ جهه الام جي سي ال. هذا هو المركب ماذا؟ المركب دي، عفوا نكتب باللون غير احمر، المركب دي. الان المركب دي كي نضيفوا له الماء قلنا وش يحدث؟ الرابطه هذه كذلك تولي تطلع هنا، الاكسجين تولي عندك ناقص، والام جي تولي عندك زايد سيجما، والهيدروجين الماء، الماء نعرفوا باللي الماء اش بلس او اش شكون موا، ايوا معناها الاش بلس يروح للاكسجين، والام جي سي ال وش يجيها؟ يجيها الاو اش. معناها المركب دي، هذا المركب دي كي نزيدوا له الماء وش ينتج لنا؟ ينتج لنا هذا المركب اللي هو حمض كاربوكسيلي سي او او اش زائد ماذا؟ زائد الام جي سي ال او اش. هذا هو المركب ماذا؟ المركب او. هذا هو المركب او. نواصل حل المركبات او الصيغ التفاعلات الاخرى. ثالثا، اكتب معادلة التفاعلات التي تسمح بالحصول على هذا المركب باش نوصلوا الى انطلاقا منين؟ من البنزين، معناها انطلاقا من هذا اللي هو البنزين لازم وين نوصلوا؟ نوصلوا لهذا اللي هو سي اش 2 سي اش 3 ان اش 2، لازم نحصلوا لها. احنا واش قال لك؟ قال لك انطلاقا من البنزين معناها هو البنزين، والايثانول معناها نزيدوا له سي اش 2 او اش. احنا نعرفوا باللي تفاعل البنزين مع الايثانول يتم بوجود حمض الكبريت، هذه درناها في الدرس، موجوده في الدرس، تفاعل المركبات الاروماتيه مع الكحولات، تفاعل بنزين مش تفاعل البنزين مع الكحولات يتم بوجود ماذا؟ حمض الكبريت. وش يتم؟ الاو اش هذه، وعندك هنا نختاروا الاش، الاش هذه الرابطه تطلع لك ناقص وهنا تبقى لك زايد. كيف كيف هنا الاو اش ينتج ناقص، الاو اش مع الاش ينتج لنا الماء، وهذا الكربون اللي راح نكتبه باللون الازرق هو اللي يركب في الرابطه في حلقه البنزين، هو اللي يركبنا في حلقه البنزين، معناته تولي عندك سي اش 2 سي اش 3. ايوا الان وش نضمه؟ احنا نحتاجه الان اش 2 في الموقع ماذا؟ في الموقع بارا، معناها هذا المركب اللي هو اللي انتجنا في الحاله هذه كي ضمينا له الايثانول، وش نضمو له؟ نضمو له حمض الازوت اش ان او 3 في وجود حمض الكبريت. ايوا وش نختاروا هنا؟ نعرفوا باللي تبعوا معايا مليح هنايا، هذه المجموعه كي تكون سي اش 3 او المهم عندكم جذر ار توجه لكم الى الموقع بارا ولا الموقع اورثو، ها نديرها بلون مغاير لون احمر، توجه لكم هنا او توجه لكم هنا. بصح حنا الناتج اللي نحتاجوه نحتاجوه في الموقع بارا، اذا الناتج اللي راح نديروه نديروه في الموقع بارا، معناها نديرو هك نكتب هكذا باش تكون سي اش 2 سي اش 3 ويجي جي يجيكم الان او 2 زائد ماذا؟ زائد الماء. ايوا حنا ان كيفاش نحل نواصلوا النتيجه اللي نحتاجو؟ نحتاجو ان اش 2 ما نحتاجوش ان او 2 اللي نحتاجوها، معناها واش نديرو هنايا؟ معناها نزيدو نديرو عمليه ارجاع وظيفه النيترو لهذا المركب، مثلا نسمي هذا مثلا اكس وهذا ايكراك، معناها ايكراك اللي هو الان هذا سي اش 2 سي اش 3، وهنا واش عندكم؟ عندكم ان او 2، نديرو عمليه ارجاع بماذا؟ نعرفوا بوجود الحديد
والRCL. وش ترجع وظيفة النيترو هذه؟ تولي عندكم NH2، معناه يولي بهذا الشكل CH2 CH3، وهنا تولي عندكم NH2 زائد ماذا؟ زائد 2H2O. ها ندرنا عملية إرجاع وحضرنا المركب اللي طالبوا منه، هذا هو المركب اللي طلب منه، هذا المركب في إطار أقولك في إطار اللي طالبوا منه. عفوا نديره بلون أحمر، هذا هو المركب اللي طالبوا منه، هو نفسه المركب السابق، هذا هذا هو نفسه هذا. واضح؟ السؤال اللي بعده المركبان اش اف واف فتحة عبارة عن كحولين لهما نفس الصيغة، هذوك الان هذا الكحول اللي هو السي 3 اش 8 او، لو كان نكتبوا له الصيغة اللي اسمه مفصلة عنده زوجة، عنده هذا سي اش 3 سي اش 2 سي اش 2 او اش، وعنده سي اش 3 سي اش او اش وسي اش 3 الان واحد منهم راه اف والاخر راه اف فتحه، ما على بالناش اسكو هذا هو اف، يا هل ترى هذا هو اف او هذا اف فتحه او العكس، يكون هذا اف وهذا واش يكون؟ يكون اف فتحه، ما على بالناش. كيفاش نعرفوا؟ باستعمال هذا، او لازم نحسبوا ماذا؟ نحسبوا مردود التفاعل، لازم نحسبوا مردود التفاعل. باش نحسبوا مردود التفاعل واش قال لك؟ عطالك 0.1 مول منين؟ من الكحول اف، خلاص دوك الان احنا نعرفوا اف. الان هذا باش كي نحسبوا المردود معرفه اف، ايوا كي نحسبوا المردود اول حاجه حساب مردود التفاعل، احنا واش عندنا؟ مرة بالمئة، وش يساوي لك؟ يساوي لك عدد مولات الاستر المتشكل على من؟ على عدد مولات الكحول او الحمض الابتدائي، معناه ان زيرو فاش في 100. واضح؟ هذه نديرها في اطار، هذا هو القانون تاعي، ايوه. معناها انا الان عندي عدد مولات تاع الكحول والحمض اللي هو 0.1 0.1، هاي وراه عطاها لك في المعطيات، بصح ما عطالكش عدد مولات الاستر المتشكل. واش عطالك؟ عطالك الكتله والكتله الموليه، معناها نضطر حساب ماذا؟ حساب ان استر. واش عندك ان؟ واش يساوي لك ام على ام او الكتله الموليه؟ الان واش يساوي لنا؟ 9.84 قسمه ماذا؟ قسمه 164، معناها كي نحسبوا ان واش نلقاوها؟ راح نلقاوها باللي هي 0.06 مول، هذه تعمل استر تاع الاستر. واضح؟ الان نرجعوا للقانون تاعنا، خلاص معناها روحوا نحسبوا ماذا؟ نحسبوا المردود، نحسبوا المردود، ميمرا ميمرا بالمئة واش تساوي؟ 0.06 نقسمو على 0.1 ونضربوها فاش؟ في 100. هذه كي نحسبو راح نلقاو 60%، خلاص. شكون اللي يكون 60%؟ اللي تعطي المردود تاعو كيكون 60%، من هو الكحول؟ الكحول هنا الكحول أو الصنف، الكحول المستعمل هو كحول ثانوي. علاش كحول ثانوي؟ لأنه المردود تاعو 60%، لو كان جا المردود 67 الكحول أولي، لو كان جا المردود بين 5 إلى 6 راح يكون كحول ماذا؟ يكون كحول ثانوي، أم 5 إلى 10% راح يكون كحول ثالثي. إذا استنتج الصيغة النصف مفصل الكحول F، حنا رانا كتبنا صيغتين، إذا الصيغة بما أنه 60 إذا كحول ثانوي، إذا ماذا؟ نعاودو نكتبوه بالأبيض، هو CH3 CH
و اش و سي اش ثلاثة. صنفه كل ثانوي. ايوه. الان كتابة معادلة تفاعل الأسر. احنا وش عطالك؟ عطالك يدفع لك المركب اف. لحظة. مع المركب او. المركب او لقيناه. المركب او رانا لقيناه. معناها المركب او اللي هو اهو نرجع له نشوف صيغة المركب او. لحظة. هاو المركب أ. هاو المركب أ. هذا هو المركب أ. اللي هو حمض البنزويك. اللي هو حمض البنزويك. إذن الآن إحنا رح نفعله حمض البنزويك مع الثانوي. نفاعل حمض البنزويك تفاعل أسر. كتابة معادلة تفاعل أسر. لقينا حمض البنزويك اللي هو الحمض كان بهذا الشكل CO او اش زائد ماذا؟ سي اش ثلاثة. سي اش او اش سي اش ثلاثة. تفاعل عكوس ووجود حمض الكبريت او اش مع الاش ويتركب لك المركب. واش تولي لك؟ تولي عندك عفوا نكتبوه لتحت باش يكون واضح احسن. سي او ومن بعد او سي اش سي اش ثلاثة سي اش ثلاثة زائد ماذا؟ زائد ما. هذا تفاعل عكوس وهو عبارة عن تفاعل. هذا عبارة عن ونعرف بلي تفاعل الأسترات محدود لا حراري بطيء وغير تام. واضح؟ ما طلبوش منا ما هي مميزاته بصح لازم تكونوا تعرفوها. الآن للحصول على البوليمير بي انطلاقا من الكحول اف فتحة. هذوك اف فتحة عرفناه واش كلي بقالنا. الان احنا الصيغة هذوك نكتبها هنايا اف فتحة هو صيغته الكحول. ماذا؟ الكحول الاولي اللي هو سي اش اثنين سي اش اثنين او اش لان هذا هو اف فتحة. اف لقيناه واش بقات لك الصيغة اف فتحة. معناه اف فتحة هذا نديرو تفاعل نزع الماء عفوا سي اش اثنين سي اش اثنين او اش بوجود اش دو اس او كات. هذا هو اف فتحة. أيوة. تنزل او اش منا والاش بالكربون بجواره معناها من الكربون هذا معناها النحو من هذا. اذا واش تولي عندك سي اش ثلاثة سي اش رابطة مضاعفة سي اش اثنين زائد الماء. هذا هو المركب اش. المركب اش وهذا كامل. شوفوا كاين اللي يقول تحل لنا في تمارين سهله او المشكله تلاميذ طلبوا مني انا عندهم مشكل بزاف في الكيمياء العضويه. عندهم مشكل بزاف في الكيمياء العضويه رانا نخدموا فيها ماشي مشكل ولو تكون اعاده رانا نشرح لكم في نفس الوقت. سي اش 2 هذا تفاعل بالمره. نعاود نكتبه بصيغه احسن مش هذا الشكل. نكتبه بصيغه اخرى اللي هي سي اش 2 رابطه مضاعفه سي اش وعندك هنايا سي اش 3 معناها الناتج اللي هو البوليمر حيكون سي اش 2 تفتح الرابطة المضاعفة. هذا هو البوليمر. هذا هو البوليمر بي. هاو كتبتها تحته. اخر سؤال في هذا التمرين اللي هو يعالج المركب اف فتحة اللي هو هذا سي اش ثلاثة سي اش اثنين سي اش اثنين او اش. أيوة. مع حمض الكبريت في وجد 140 درجة معناها زين مول اثنين مول منه. تحب نعاودك احسن هكذا او اذا حبيت نكتبه ذا سي اش ثلاثة سي اش اثنين سي اش اثنين. انا باش نشرح للتلاميذ واش نضيف لهم نضيف لهم نفس الحمض نفس الكحول نعاودو بصح نعكس ما نكتب هكذا. شافوا سي اش ثلاثة سي اش اثنين سي اش 2 او اش. هذه نكتبها دائما هكذا علاش؟ باش نشرح للتلاميذ تاعي. ايوا تابعوا معايا. الان واش راح يحدث؟ راح تتنحى لك ايوا وتتشكل لك رابطه
شكل لك رابطة بين ماذا وماذا؟ شكل لك رابطة بين هذا الأكسجين وهذا الكربون، بين هذا الأكسجين